السلام عليكم، معكم محمود. مهم قوي انك انت تعرف سبب طلاق المرأة اللي انت ناوي تتجوزها لو ناوي تتجوز واحدة مطلقة اتطلقت قبل كده معاها عيال بتاع. مهم جدا انك تعرف ظروف الاطفال مع ابوهم اللي هو طليقها. مش بتسأل بنظام تحقيق بقى وكده او زبروس او دبروس، لا بيبقى زي ما تقول مجرد حكاوي واستفسارات، وبتستفزها انت في الاول بالموضوع ده، مش استفزاز السلبي، لا الاستفزاز الايجابي اللي هو تقول لها انا كنت مثلا متجوز وحصل كذا كذا، فوجدنا ان احنا ما نقدرش نكمل مع بعض، بس هي كانت غلطانه في كذا وانا برضو غلطت في كذا وبتاع، فهي تقول لك اه وانا كمان بقى ايه اما اتطلقت من جوزي كان بيعمل كذا، فتروح حكي لك الموضوع من غير ما تقعد انت تستجوبها. فمهم قوي الجزئيه دي. في جزئيه بقى مهمه جدا، ستات كتير ما بتقولهاش والراجل ما بيسألش فما بيعرفش، فيكرر عليه الكرة بعد ما يتجوزها ويطلقوا نفس السبب اللي اتطلقت عليه المرة الأولى. اللي هو ايه حضرتك؟ في حاجة شهيرة جدا، الواحدة تبقى عشان لو الواحدة ممكن تبقى كويسة محترمة يعني، بس الشيطان يكمن في التفاصيل. تفصيلة صغيرة كده زي ايه، انها سافرت تركيا زمان من 10 سنين كده، وكانت في خناقة مع جوزها وواقفين على الطلاق، فهي اتعرفت على واحد تركي، الواد التركي لف دماغها قال لها انت عارفة انطاليا دي عيلتنا تملك ربع انطاليا، ربع السواحل بتاعتنا بتاعت عيلتنا، انا رافع قضية على عمامي وهكسبها وبتاع. والواد بقى عامل شعره سشوار وبتاع ودقن حلوه كده ومأجر عربيه ولفلف بيها بقى شويه، والست اعجبت بيها، قالت انا واحده عندي 28 سنه ولا 29 سنه وده شاب في ريعان شبابه، وهو بيقول انطاليا من املاك عيلته، عنده 24 سنه و 23 سنه اصغر مني بتاع 7 سنين ولا 6 سنين، فحلو يعني واد حلو وطيب كده وغلبان وبيعشيني كويس بيغديني بيلففني بيفسحني ومش عايز مني حاجة. يعني الراجل لو كان عايز حاجة عايز مثلا يخطفني ولا بتاع كان عمل كده، لكن هو الراجل بيعاملني كويس والدنيا كده. المهم وقال لها، قالت له ده انا متجوزة، يعني اللي هو انتوا عندكم في دينكم انت مسلم بقى حرام عليك، قال لها اتطلقي منه وهتجوزك. اتطلقت منه من جوزها والواد التركي ما اتجوزهاش. نموذج كوبي بيست بيكرر كتير قوي، يقول لها احنا هنا في مرمريس، نص مرمريس دي كانت املاكنا من ايام الدولة العثمانية وبتاع، بس انا رافع قضية ان شاء الله على الدولة وهتديني سواحل كبيرة وبتاع. بودروم دي كنا زمان واحنا صغيرين بنلعب فيها ونجيب اخرها كده بالعربية، كلها كانت ملكنا، بس طبعا جه ناس اشتروا بقى ضحكوا على ابويا زمان واشتروها منه، اتبقى لنا بس ايه حته ورا كده ما فيهاش مباني وموحشه وبتاع، ويفرجها يلفلف بيها بالعربيه ويقول الحته دي بتاعتنا وبتاع، هزرعها بقى ولا ابنيها ولا بتاع، لسه بفكر. فطبعا هي تقول لك ده راجل، ممكن تكون هي مش ست بتبص للاموال ولا حاجه، مش بص على فلوسه، ولكن الموضوع ده بيفرق قوي وقررها في انها بتبتدي تبعد بقى عن جوزها لما يكون في مشاكل. يتجوزها الراجل العربي، الشاب العربي يتجوزها وما يسألش هي اتطلقت ليه واللي حصل ايه، وهي تعترف تقول لك انا كنت عبيطه واحد تركي ضحك عليا. تتجوزه وبعد كده يسافروا مثلا زنزبار ولا تركيا ولا مصر حتى، واحد يقول لها نفس الحواديت، وعلشان هي نايف وغلبانه فبيتعمل عليها الفيلم تاني، تتخانق مع جوزها العربي خناقه صغيره، تروح للواد التركي ولا الواد المصري ولا الواد اللي في دبي ايا كان. دبي اه في شويه شباب ايه زي العسل، في مثلا ممكن شاب من جنسيات بقى اجنبيه، واحد اسباني واحد هولندي، عيال سناكيح كده يعني، بيشوف الستات اللي من النوع ده روسيه وبتاع وشكلها كبيره في السن، عايز ينبسط بتاع، يقول لا 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 انا جاي دبي كده اتسلى وبتاع، لكن احنا عندنا، انا عندي البيزنس بتاعي فاتح شركتي، انا في هولندا انا في السويد انا في الدنمارك، عيال كده ايه عايشه في دبي يعني شغاله شغلانه مثلا ايه اي كلام، بس ايه بيجيب يا دوبك نومته بتاع ومع عربيه فبيلفلفها، وفكرها بقى اللي عنده عربيه في دبي ده ما هنا ما هناك، غلبانه بقى من الارياف نايف يعني على قدها حالها كده في دماغها. فالواد الاسباني ولا البرتغالي اللي عايش في دبي اما يروح دبي يلف دماغها وهي تكون متخانقه مع جوزها العربي،
بيقول لها سيبيه وتعالي طبعا تسيبه والواد ايه يحلق لها، وتقول لك اه انا عبيط انا ما ينفعش انا من... ويا ريتها بتتعلم. لا تقول لك اضحك عليا تاني انا المره الجايه باخد تاني. وانت ايوه العربي لو مش ناوي تسال وتعرف كل حاجه حصلت ازاي وتصارحك يبقى برضه مع نفسك. انا قلت لك المفيد، الباقي بقى شغلك انت، وربنا يوفقك باحسن زواج واحسن ذريه باذن الله والاختيار الامثل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.